انتي اكيد بتهزري، وخبطتوا في بعض ازاي؟ اه ده اللي حصل، لقيته في وشي بيجري زيي، لقيت معاه عربية وقلت الحمد لله فرصة. طبعا كان لازم يجري. وبعدين انتي مش فاهمة بقى ابن عمك عمل فيه ايه، اداله حتة دين علقة، اخد بعضه ورهوان جري، وكان معاه واحد غريب كده بس قفشوه. وعملوا فيه ايه؟ وناقيش عرفني، انا المهم عندي ان هما مسكوا في بعض، وجريت عليكي بسرعة عشان الحقك اشوفك فيه ايه. لقيته بيقول لي ان هو كان جاي يبرق نفسه. صدقي شكله فعلا ملوش دعوه بحكايه الحادثه دي. وتصدقي برضو انه شكله لطيف قوي. بصراحه انا كنت فاكره اكبر من كده بكتير. اكبر ولا اصغر؟ احنا هنتجوزه او راح لحاله. انا دلوقتي بقى في المصيبه اللي انا فيها، مش عارفه هخلص منها ازاي. يا بنتي هو انتي مش قلتيلي ان باباكي؟ يا نهار اسود، لحسن يكون قريبك عرف ان انتي هنا. يا بنتي قومي افتحي الباب. بقول لك افرضي قريبك. ما تخافيش يا سلمى، قومي افتحي الباب. انت متاكده؟ ايوه متاكده. قومي. حاضر هفتح الباب. الشيخ عرفان، ازاي حضرتك؟ لا تاخذيني يا سلمى يا بنتي اني جيت في وقت متاخر. خالص يا عمي، حضرتك تشرف في اي وقت. لا تخافي، لمار هي اللي قالت لي ما عندك. لمار؟ انتي تفتكري ممكن تعدي ليلة من غير ما الحاج عرفان يعرف بنته فين؟ مبقاش تربيت ايده. اتفضلي بابا. اتفضل. وحشتني قوي. لكن انا عاتب عليك، كيف تسيب المستشفى بالطريقة هذه؟ قلبي كان هيتخلع يا لمار لحد ما كلمتيني في التليفون. لساكي تعبانة يا بنتي؟ ما تقلقش عليها يا عم، هي بقت زي الفل، وانا كلمت الدكتور الصبح وقال لي ان هي بقت كويسة جدا. انت عارف يا بابا ان لا يمكن اكسر لك كلمه ولا يمكن اخرج عن طوعك، وانا لما اتاكدت ان الجوازه دي مش جايه على هواك زيي عملت اللي انا عملته. ربنا يخليك ليا يا بنتي. ويخليك ليا يا بابا. ارجوك يا بابا، متعب ده لازم يفهم ان احنا ولاد عمه، بس ما ينفعش بعد ما بدات انجح ارجع اتلخم تاني. ولد عمك هيتجنن، مش عايز يعديها بسلام. طول ما انت في ظهري انا مطمنه يا بابا. ربنا يجيب العواقب سليمه.